معنا أيضا على التليفون السيد صالح محمد الغفراني، هو أحد أفراد قبيلة الغفران القطرية، يحدثنا من جنيف. أهلا بيك سيد صالح. أهلا وسهلا. مهم عندنا إن احنا نحاول نفهم من حضرتك كواحد من أبناء هذه القبيلة، ما الذي تتعرضون إليه من غبن للحقوق ونزع للجنسيات إلى آخره؟ ما الذي يحدث معكم من قبل السلطات الحاكمة في قطر الآن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة. بالعكس، ده واجبنا. مسألة الغفران مسألة قديمة، يعني منذ 1996 ناس أسقطت جنسياتهم بلا حكم أو نظام أو أي حاجة بشكل جماعي، ولم تكن بشكل فردي، يعني على عينات معينة. كانت بشكل جماعي ولم يكن لها فيها حكم حتى الإنسان أو يطعن فيها في المحكمة مثالا، لا، إنما بس فقط جنسية. إيش الأسباب ولا إيش المبررات؟ والله كان أمر فقط جنسية، من ما في أحد يعلم الشيء هذا. يعني من يصدر هذا الأمر بنزع جنسية قبيلة بالكامل؟ هل هو أمر من صاحب السمو الأمير تميم؟ هل هو أمر من رئيس الحكومة؟ يعني من صاحب الأمر والنهي في هذا الموضوع؟ المتعارف عليه في النظام القطري سمو الأمير. فالموضوع يبقى عند سمو الأمير. طيب، وهل ويمكن يعني قد تبدو الأسئلة بديهية شوية بالنسبة لحضرتك، لكن بالنسبة للمشاهد المصري والعربي حتى يمكن اللي يكون بعيد شوية عن الخليج مش عارف، هل هناك حصل تواصل منذ بداية الأزمة مع صاحب السمو ولا ما قدرتوش توصلوا له؟ لا أخفيك، يعني من سنة 96 إلى 2005 تقريبا مدة 10 سنوات كانت هناك مفاوضات من أعيان القبيلة وشيخ قبيلة الغفران في إخماد هذه الفتنة أو المشكلة في إسقاط الجنسية، لأن إسقاط الجنسية تترتب عليها أمور كثيرة جدا 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 جدا، يعني كان في انتهاك لحقوق الإنسان أو حقوق الغفران في قطر. كان من ضمن إسقاط الجنسية فصل من العمل، سحب ممتلكات، تفجير قصري، عدم العلاج، أشياء كثيرة. حتى الحسابات لما الأكاونت حقك الحساب المصرفي لما ينتهي خلاص عاوز تجدده، وين جوازك أو إثباتك منتهي؟ ما نقدر نجدده. كيف تعيش؟ وبالتالي لا تستطيع الحياة داخل قطر بهذا الشكل، خلاص كده تتوقف الحياة بالنسبة لك. صعبة جدا، يعني إلى درجة أنت تخيل الإنسان يكون عمره 50 سنة أو 40 سنة عنده أبناء وأطفال، كيف ينفق عليهم؟ لا وظيفة، لا راتب، ولا أي حاجة، إنما على معونات بعض أفراد قبيلة، مساعدات، وليس مساعدات من الجمعية الخيرية. حتى الجمعيات الخيرية منعت أنها تساعد قبيلة غفران في قطر. شيء الحقيقة مؤسف جدا. طيب، وبتشوفوا التحركات الحالية من الفيدرالية العربية في أي إطار؟ بتشوفوا حالة التجاهل من المفوضية برضو في أي إطار؟ نعم، قبل أروح الفيدرالية، لما قلت لي سؤال في السؤال قبل شوي، لما قلت في 10 سنوات كان في مفاوضات بين شيخ قبيلة الغفران مع أعيان في دولة قطر في حل هذه القضية، ولم يكن خلال 10 سنوات. فبعدها صار فيه تقليد شيء بسيط شوي شوي، والحمد لله، يعني من لا يشكر الله لا يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء. الفدرالية العربية تبنت قضية الغفران لأنها رأت أنها قضية إنسانية بحتة. لما قابلت الدكتور أحمد الحامي رئيس جمعية الفدرالية العربية وشرحت له بعض القصص ورويت بعض بيكمن وبعض الأشخاص الآن اللي في قطر يعانون من الاضطهاد. صحيح، يعني أنا حزن شديد جدا لأبعد درجة. قال هل معقولة؟ وين رئيس حقوق إنسان قطر؟ عندهم معاملات في رئيس حقوق إنسان في قطر يقول إن شاء الله ولهم الآن 7 سنوات 8 سنوات. مأساة بكل المقاييس. أشكرك جدا سيد صالح، كل الشكر لسيد صالح محمد الغفراني أحد أفراد قبيلة الغفران القطرية، محدثنا من جنيف.